واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب المساقات من باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه إلى أن كسو قرني حديثك لبكن صدح بقول لحذني سديد. سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قالوا نعم. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال قال ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله الله أن حريستو أم إسماعيل نبي الله إسماعيل هو يدي الله أن حريستو وكان اسمها هاجر لو تركت هذا يكتقي لهذه إسكدين لهيد زمزم أي ماء زمزم زمزم كبيهيسة أو قال وحويري لم تغرف من الماء أما إن بيها صعب بيسلهين وإن سبرار ككشو من لهين لكان ذوي أهان لهيد يعني أي زم ماء زمزم عينا إلبي أهان لهيد معينا إسعته جريئة على وجه الأرض ساس بي أهان لهيد وإن حد أي كتور ستلهين. وأقبل وحسوق بلي وأيمي حقا يبن كيمي جرهم قبيل كجرهم ليرهدو قبيل يبن بيهايين وجرهم ليرهدو وقيدي يبسود الدقي وي أركين مركا فقالوا وحي يرهدين أتأذنين منو إذن نيسا أن ننزل عندك إن كل دقنو وان بيها كل عبنو. قالت وحيتري نعم ها وحبك مقبه لكن ولا حق لكم في الماء بيهن أدنكم مليهدين. قالوا وحير هذا نعم ها بيهن مليهن وحد هذا ونورا وقلا تموي. حديثك وحكى الله يا قساءات وداريد تاريخ ذي نبي الله إبراهيم يا نبي الله إسماعيل يا كعبة الاسم هذا يا سيدو كوي من نبي الله إبراهيم هلكا يا زمزم كا حديث هذا ليربوها لكن هذا ولا سوق جابيي نبي الله إبراهيم وحكيمي لولكا الشام بكيمي وهاجر ككيني ونبي الله إسماعيل والناس النوبة وضته سفر بي أهايين وي سعودين وي سعودين وي سعودين مكة يمادين أو عدلاه أو العدلاه أو عيدين الدقنين كعبة أكتي دقيت كويا اللي بالله فرفريستي ولا دالناي صحيح وحي أوتان سبرار بي كوشيران يا دمبيل تمري كوشيرتو ماشي بوير فريستا وي فريستين نبي الله إبراهيم ونقاقي مرك وكتير نكان يا مدنا يا نسعودسي يا مدنا ما أورن مركي فريو يا نفريسي يا ذي بوك نقاقي ويل كيدي يا ريب انتقاد طيب كذب نقاقي كذب نواقي يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم وما أو شوابين وحي كتري حقيد نوبة تقيسة سعود كيسي وحي كدر انتي سعود انصور نقنين وحكو يري إلهي من إنك قتقي إذن ودي عدقي
waxay ku tiri ma ilaahay baa ku amray ila way ogtahay waa nabi nabiguna waxay ilaahay waxyoodamay wax kale kuma dhaqaaqayo haah buu yidhi inta soo laabatay waxay tiri idan laa yudayicuna rabbinama dayacayo geedkiibay iska hoos fadhiisatay markuu wax yar socday nabiyullaahi ibraahim wuu arkay inay fadhiisatay oy qanacday ayuu soo wareegay oo dusha dambe yimi meel aynan arkaynin markaabuu duco dheer buu ilaahay ku baryey oo suuratu ibraahim ay ka hadashay waana ka tegay meesheedii cidlada ahayd geedkii hoosiisaba iska joogtay biyahay cabtaa timirtaana waa cuntaa ilmahana naasahay siisaa timirtii waa dhammaatay biyihiina waa go-een dhulkuna waa cidla ilmahii yaraa waa oomeen naasihii waa gureen gaajo iyo oon buu la ooyaya waxay ka baqday inay naftuba ka dhacdo oon iyo gaajo awgeed darxumadiisii bay arki weysay isiri kaba in dhaqarso qofku waa isqof uun bini aadane bal wax dada inaad aragto dhulkanani waa dhul wada buuraa kulligiis buuraa ku xaraysan intaa yare kacbada ah agteeda unbaa meel yaroo godaho waadiya ah inta kale buuraa kaga xaraysan buurta ugu dhow ayay waxay aragtay inuu yahay jabalu safaa jabalu safaana dhabarka waxaa ka xiga buur aada iyo aada u weyn oo la yidhahdo jabalu abi qubays waliajli dalika culimmadu waxay yidhaahdaan jabalu safaa huwa anfu abi qubays yani wuu ka dheer yahay marka sankoo kaleta la mid yahay uu u dhow yahay taqriiban kacbadu meeshay ka dhisatay wuxuu u jiraa maa bayna 50 ilaa 60 mitran waxaan ku dhowdhow buurtii bay aaday buurtii bay fuushay bal wax dada inay aragto markii marka buurtaa la tago dhinaca galbeedkana xoogaa waadi baa jira oo buurtu xoogaa way ka fog tahay wax waa loo jeedi karaa dhinaca barigana iyadana dhul jeexaah oo waadiya oo xoogaa buurtu ka durugsan tahay baa loo jeedi karaa intii qof uga jeedo way fiirisay carradii bay eegtay waxbana waaweysay dhinaca kaleto marka waqooyiga ah ayaa waxaa uga muuqatay buurtii muxuu ahaa waxaa muxuu ahaa marwa waa buur yaroo ka gaaban buuraha kale buuro aada u waaweyn oo haddaba sidii u waaweyn baana dhabarka ka xiga markaasay istiri haddaad bal buurtaa tagto armadaad aragtaa way soo degtay marka waadi baa u dhexeeya labada buurood masiil oo hobiya mareen ah waadigii markay marka goynaysay bay orod ku goysay sida nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalama yani fa asracad maarata fasacad sacya almajhuud qof aada u dhibaataysan oo tabar yar orodkii oo kale ayay oroday intay dircigeedii kor u qaadatay ilaa inuu ku kufoo dabraa dhici kartay ilaahay waabigii dhinaca kale uga goysay buurtii kaley tagtay waxba waa arki weysay haddana waxaa isiri bal middaad ka timid mar kale ku noqo toddoba jeer ayay marna xagga u ordodaa marna xagga u ordodaa wa min huna sacyu nnaasi bayna safa walmarwa sawday maqashay marka markii ugu dambaysay oo intay toddoba jeer markii toddobaad ay marwo joogtay ka soo laabatay bay sawd maqashay sawd sawda bay maqashay qofku markuu cidlo joogo sawdna uu maqlo waa ku shakiyaa waxaad maqashay ma sawdaa mise ma aha ayadii baa isla hadashoo tiri sa bal dhegayso aamus way dhegaysatay sawdkii bay si fiican u maqashay waxay ku tiri kan dhawaaqayow sawdkaaga maqalnay haddii agtaada gargaar yaallee noo gargaar hadalkaasay tiri markaasay wiilka xaggiisa soo aaday waxay ugu timid Jibriil oo wiilkii la jooga calaa suurati albashar calaa suurati bani aadam bay u timid
markaasuu dhulka ciribta ku dhuftay. ciribta markuu dhulka ku dhuftaa, ilbiyahay ka soo duuleen, waa zamzamkii. biyihii markay aragtay oo soo furtay oo soo faafay ayay celisay marka, oo ciiddii ku celisay dar u samaysay. zam 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 hadalkaa bay ku tiri. lacalahu kalimatu zam yacni biyow joogso inay tahay macnaheedu, biyihii bay celisay. wamin huna qowlkeedii ayaa ceelka maxaa lagu magacaabay zamzam. markaasay waxay bilaabatay sibraarkeedii inta soo qaadato inay gacanta ku dhaamiso, biyihii inta soo dardarto ay ku dhaamiso. markaasuu u sheegay Jibriil, uu yidhi ilaahay ma idin dayacayo, halkaanna bayd ilaahay baa ku yaalla, wiilkan iyo aabbihiisaana dhisi doona, waana ka tegin. halkeedii iyadoo joogta biyihii markay cabtay, biyaha zamzamka khaasiyadoodana waxaa ka mid ah cuntay noqon karaan. ولأجل ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. أبو ذر الغفاري سيدة صحيحة كتب مركو صو إسلامي وقت وحي أهد آد ودب بضنايدي مشركين تو أي نبي كل خدين وقف النبي أتقي كرابة أون الشرينين مددن بو مركو النبي إنو أن فرصت أهلبو سوغيي غريبنا أو أها عدو يقانا إيو قريو كوه إذانا مدنا نماله وحو أدونا إيانا إنو قريو أدونا إيانا إلا وحد عيبو أتشي داي مدبلا زمزم كان عبي جريبو يري إلا أن عيلي بيرو على الشي دي أي يالتاي بو يري مرك أي لا لابن تاي بيها سيسكعبت مرك إيضا هل كيدي تشوكتا بني من كان رجرهم أو الصعدة baa meesha meel dhabarkeeda dambe ah oo dhinacaa koofuro ka xigta asfala makaa la yidhaahdaa. waliajli dalika ila alaan hadda meesha waxaa loo yaqaanaa misfala. dadka xujaydahi inay degeen waa ka waa u maraynayaan ay magaca ay maqleen dhinacaa koofurta ah oo magaaladuna u hoosayso waadi ah. jid xataa ka baxa waxaa lagu magacaabaa dariiqu jurhum, waa meeshay ka yimaadeen ay soo degeen. meeshii markay degeen reer guuraaya ahayeen oo dhul uun biyala uun u socdo hayaan ah ayay waxay u jeedeen shimbir wareegaya. shimbirkaasina waxaa macruuf ah meel biyo leh unbaa laga helaa. way isweydiiyeen, waxay yidhahdeen war shimbirkaas biyo uun buu haystaa, meeshaa biyaa jira, halkaana biyo kuma inaan aqoon. laba nin bay soo direen, waxay yidhaahdeen bal soo fiiriya. shimbirkii bay soo raaceen, waa soo ordeen, meeshaan bay yimaadeen. gabadhaanu geedka hoostiisa iska fadhiso, ilmaheedana haysataa, ceelka biyahana dul fadhisaa loogu yimid. way laabteen, dadkii u sheegeen waxay yidhahdeen meesha biyaha yaalla, iyagoo socday yimaadeen kulligood. markaas bay waxay ku yidhaahdeen ma noo idinaysaa inaan kula degno biyahana kula cabno. iyaduna cidlay ahayd, soo ma ahayn maaragtaa ducadii nabiyullaahi ibraahim baa soo kaxaysay. markaasay tiri haa, laakiin ila waa bini aadane, biyahay ku qabsan karaan soo ma. laakiin bay tiri biyaha xaquma lihidin, waayahay yiraahdeen xaquma lihin, iyadugu ma noo ogoshahay, waa idin ogolahay. meeshii bay wax ka degeen. nabiyullaahi sulaymaan, nabiyullaahi ismaaciil waa weynaaday, waa barbaaray, carabigii buu ka bartay, aad bay u jeclaadeen, gabar bay siiyeen. isaguna wuxuu noqday nin oon hargaantiiho fallaarihiisa iyo qaansadiisa inta qaata duurkiisa aadee soo ugaarsada, noloshiisa waa ugaartaas hilibkeeda. nabiyullaahi ibraahim baa socdaa yimid marka, haajar ummu ismaaciilna waa geeriyooto, waa dhibatay. nabiyullaahi ismaaciil oo socda ayaa yimid, amar ilaahay buu ku socdaa. gurigii ismaaciil buu yimid, gabadhii buu salaamay warsaday. ismaaciil aaway buu yidhi, waa maqan yahay bay tiri, xaggee aaday? quud buu noo doonay oo noo jiriyey, quudkiinnu muxuu yahay buu yidhi, xaaladiinnu see tahay buu yidhi. aad bay u calaacashay, dhib u sheegatay.
dhib badana sheegato, dhib iyo faqri iyo shido iyo gaajo. Quudkaad cuntaani muxuu yahay buu yidhi? Waa hilib iyo biyay tiri, hilibku soo ugaaro iyo biyaha zamzamka. Wuxuu amray, wuxuu yidhi igu salaan hadduu yimaado, fariinna iga gaarsii. Fariintu maxay tahay? Gurigiisa catabadiisa ha bedelo. Catabada waxaa la yidhaahdaa meesha albaabka derbiga laga dhiso oo albaabka astura ayaa catabo la yidhaahdaa. Gurigiisa catabadiisana ha bedelo, iguna salaan. Waana iska tegey, waa tegey meeshuu ka yimid ku laabtay. Ismaaciil waa yimid, Nabiyullaahi Ismaaciil waxbuu dareemay, wuu weydiiyey, yaad aragto kuu yimid buu yidhi. Nin odayahay ii yimid bay tiri. Haye, muxuu ku yidhi? Wuu ku soo salaamayey, fariinna waa ku soo faray. Fariintu maxay ahayd? Gurigaaga catabadiisa bedel. Iyadu waxay u qaadatay guriga in loo wanaajinayo, loo qurxinayo. Wuxuu ku yidhi, qofka kuu yimid waa aabbahay, catabada uu sheegay oo bedel yirina waa adiga, wuxuuna ay amray inaan ku furo, waana furay. Gabar kalay siiyeen. Waa yimid Nabiyullaahi Ibraahim mar kale, Ismaaciil oo maqan, gabadhii ugu yimid. Gabadhii buu weydiiyey, Ismaaciil waa maqan yahay, xaggee aaday? Quud iyo cayshi waxaan ku noolaana buu noo diray. Markaasay ku tiri, fariiso, wax cab, wax cun. Cuntadiinnu maxay tahay buu yidhi? Waa hilib bay tiri. Cabitaankiinnuna waa biyo. Ilaahu cuntadooda iyo biyahooda iyo sharaabkoodaba u barakee buu ugu duceeyey. Culummadu waxay yidhaahdaan biyo iyo hilib keliya qof quutay oo ku nabadgalahay ma jiraan ilaa Maka mooyee. Biyaha zamzamka iyo ma isqoomayaan. Waxyaalaha mujarabka waxaa ka mid ah dadku hadda markay wax cunaan oo caloosha buuxiyeen, bibsi iyo waxbaa la cabaa soo maa. Zamzamku bibsiga waa ka facaaliya badan yahay. Sidaaba ugu duceeyey. Wuxuu yidhi, xaaladiinna nololeed ka waran Ilaahay bay ku mahadisay, aadna u ammaantay, kuna shukrisay. Wuxuu yidhi, waa tegayaa, waa noqonayaa Ismaaciil igu salaam, fariinna iga gaarsii. Fariintii maxay noqotay? Gurigiisa catabadiisu siday u samaysan tahay waa fiican tahay sideeda ha u daayo, yidhi. Waana ka tegay. Ismaaciil waa yimi, gabadhiiba weydiiyeyaad aragtay? Nin sheekhaho odayaho hay-adiisu sidaa iyo sidaa, waa ammaantay ayaan arkay. Haye, muxuu ku weydiiyey? Adigana waa ikaa weydiiyey, quudkayagana waana weydiiyey. Muxuu yidhi? Sidaa iyo sidaa buu yidhi. Wax kale ma kuu dardaarmay? Haa bay tiri. Fariin buu igu kaa faray oo gurigaaga catabadiisa sidiisa u daayuy. Wuxuu yidhi, qofka aad aragtay waa aabbahay, catabaduna waa adiga, wuxuuna ay amray inaan ku haayo. Sidaa buu ku yidhi. Markii saddexaad oo Nabiyullaahi Ibraahim uu yimid, Ismaaciil oo geedkii hoostiisii fadhiya oo fallaarihiisa hagaagsanaya ayuu yimid Nabiyullaahi Ibraahim. Markuu arkay buu u istaagay oo ismucaanaqeeyeen. Nabigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, kamaa yafcalu lwaalidu biwaladihi walwaladu biwaalidihi. Walad iyo waalid kala maqnaa, siday isu marxabeeyaan bay isu marxabeeyeen. Intuuna Nabiyullaahi Ibraahim uuna fariisan ayuu ku yidhi, maandhow meesha kacbada oo gawaan yare kor u kacsana, buu yidhi, Ilaahay wuxuu amray halkan inaan beyt ka dhiso. Wuxuu ku yidhi, aaba, wixii Ilaahay ku amray fuli, adana waad igu kaalmaynaysaa buu yidhi. Haa buu yidhi, waa kugu kaalmaynayaa. Isla markiiba Nabiyullaahi Ibraahim wuxuu bilaabay beytka dhismihiisii. Nabiyullaahi Ibraahimna beytkii buu dhisayaa, Ismaaciilna dhagaxdii ayuu soo gurayaa. Qisadaasi aad bay u dheeray. Intaynan marka xadiidka ka bixin, waa un qayb ka mid a marka xadiidkaani, xadiidka aad u dheeraa, in yaroo ka mid a.
waxaa laga yaabaa gabdhaha haddana dhegaysanaya inay yidhaahdaan nabiyullaahi ibraahim waa nabi ilaahay oo dee waa laga aadaab qaadanayaa. Laakiin odayaasha iyada oday ka mid ihi hadduu sidaa dhihi lahaa waxay odhan lahaayeen oday baaskan wiilkiisii markuu gurigiisa muxuu baabi'iyeyo oo ugu diray gabadha. Xikmad baa meesha ku jirta. Nabiyullaahi ismaaciil waa nabi ilaahay, qof ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa aan ku kalsoonayn ee rabbi ka sheeganaya ma u habboon tahay inay zawja linabiyin u ahaato? La, xikmaddaasaa marka meesha ugu jirta. Marka waxaaba gabdhuhu yeen caroonin, maaragtay waa dhici kartaa waalidka maaragtay saalixa ah hadduu arko waalidkiisa inana gabadhaana isaga saalix u ahayn diinkiisa uu dhihi karaa. Cumar ibn Khataab, Cabdullaahi ibn Cumar oo wiilkiisii ah uu isagu gabadha u dhisay ayuu arkay inayna munaasab u ahayn, markaasuu yidhi fur. Wuu ka dhiga adkeeyey ilaa uu nabiga u sheegay sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, oo nabigu ku yiraahdo atcabaak aabaha atir. Naam, marka taas intaasaan uga gudbaynaa xadiidku. Marka xadiidkaa aada u dheeraa ayuu qayb ka yahay. Uu nabigu leeyahay yarxamu llahu umma ismaaciil, ismaaciil hooyadii allaha u naxariiso haajar ahayd, low tarakat zamzama, biyaha zamzam hadday dayn lahayd oynan celin lahayn xawd u samayn lahayn. Aw qaala, wuxuu yidhi waa shakun min araawi, aw qaala low lam taqrif min almaa, ama intay sacabayso ayna sibraarka ku shubi lahayn oy sideeda u dayn lahayd, lakaanat caynan maciinaa, il durdurayso soconayso calaa wajhi alard, dhulkao dhan martabay ahaan lahayd. Laakiin markay celisay ay halkeeda ku joogtay. Waxyaalaha marka qariibka ahee la yaab kale ceelkaas limid buu joogaa. Haddaad sacab ka qaado intaad ka qaadaa kusoo kordhaysa, in ka badan haddaad ka qaadana intaasaa kusoo kordhaysa, mana go'ayo, ma go'ayo, si kastaa la yeero, wax kastaa la sameeyo. Madakhaad aad u waaweynaa lagu rakibay oo dadku cabbaan, waad aragtay carabka malaayiin qof ay isugu imaanaysa, ma go'ayaan, ma go'ayaan. Waxaan la yaab kale oo qariibka ah, iyadoo hadda la dhisay oo dhulkii la qoday oo maaragtay shub iyo balaayo lagu wada waxeeyey, haddana biyahaasi waa joogaan. Waada markay dhisayaan nin waxaa nooga sheekeeyey injineer ahaa oo injineerada dhisa ka mid a, isha zamzamku meeshay soo maraan shubka intaan lagu shubin kharaasaana waxaa lagu shubaa baalkan muxuu dhagaxan shiidan oo jayga ah, unbaa lagu shubaa, lagu buuxiya, korka koraa laga shubaa, ishu ma xirmayso marka, dhagaxyadaasay dhex maraysaa marka ma xiranto. Waa un mucjizo rabbaaniya subxaanahu wa tacaala. Marka sidaa buu yidhi nabigu. Xadiidkan marka meeshuu baabka ka mudaabaqaynayo oo munaasabaduu la leeyahay waxaa weeyaan, markay u yimaadeen way ogolaatay inay la degaan, waxay ku tiri laa xaqa lakum fi lmaa, adigu xaq kuma lihidin, maaragtaa biyahan taladooda anaa leh sooma, laakiin waa idin ogolahay inaad wax ka cabtaan. Marka haajar way ogolaatay biyaha wixii iyada xaajadeeda ka ziyaada ah inay dadka wax ka siiso, maaragtaa inay dadka wax ka siiso. Ilaa baabka baab wuxuu ahaa baabu alxawdi waalqirbati axaqu bimaaihi, qofka isaga wax xaqnimo badan, shardigaas bay ku xirtay laa xaqa lakum fi lmaa, biyaha adigu tala iyo xaq midna kuma lihidin, kuma lihin waxaad adigu naga siisaan aan ku leenahay, waana u ogolaatay. Marka abu saalixin assamaan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sal allahu alayhi wasalam qaal thalaathatu laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanzuru ilayhim رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله تبارك وتعالى اليوم أمنعك فضلي كما منعت
فضل ما لم تعمل يداك. ثلاثة صدح لا يكلمهم الله. إلهي لما هاد الله هذا النحر سيد كل ما هاد الله يوم القيامة ما ننت قيامي ولا ينظر إليهم من أيغو حديث رانا سومري ولا يزكيهم بكو جرتي من ظهير ربي تبارك وتعالى صدح ذا سمحيهين رجل نن حلف دارتي على سلعة بديعة دارتي لقد أعطى إنو سيي بها أي بهذه السلعة أكثر وحكبضا مما أعطى وحمد كان هدك وكقضي وكسي يعني بضيعه هايستا قف با أييمت قيمه الشيغي قف كبا وحبير ومي قيمها يقلنا انتا إغسي قرقردي هوري مركاسو كل عرتي كي أن كسو قطي انتا أديغا هدك قضي وكبضا نكسو سي سمرت أديغا كل شرين أن كاسين إياي كن يشم بقولان كاس كسو سي كو قطي أنا خسارة قضي سمرت حتى قف مسلم هو الله لارتي قول لي هذا والله انت ان هذا كا قضي ان كبضن بي يغو جوك تايري او كل لارتي سقا انت يحيحو ما ركتا ايابا لغا يابا قيمو هذا كسين لا ان كبضن ان او قورا دعي كرت بين بونو كشي غيا وهو كاذب وهو كاذب سيدا درتين باعيو ناروا لكالفوغي كالفوغي باعيو بين كالفوغي هنا كدارا هنا كبين شيك هنا كدارا حتى عدد كون كدارا نسا كدارا لأنه مقع إلهي سبحانه وتعالى حوغا يرو شلماده السنود هنا أوجد وقدارة ما حبونا نعم بركة سيد أبو يالي يعني حلف على سلعة لقد أعطى إنه سوسي يكسو قضي بها بضيعة أكثر مما أعطى كان هذا كقضنا يا إنتو كسين أيو إن كبضن إني يقول وهو كاذب وأنا بين لو والحال هو إساقنا كاذب أكو بين شيقي كاسم مركع عقوبة ومديهي ورجل ينين يعني ننك لي معها سيدا بضان الشرعي ومركو هالليو رجاشو لخط أبايه رقا إياه وينكو بوائس كمد لأن النساء شقائق الرجال رقا أمبي لم يديهين مركا ورجل أي شخص دي مركا شخص هدي لي رهدو رجل يا امرأة بوا شمل نيسا ورجل أي شخص حلف دارتي على يمين ناركو دارتي نارتسو كذبة بين بعد العصر أي بعد صلاة العصر صلاة عصر كبعدي ليقتضع إنو كوغوستو بها نارتا بنتا مال رجل مسلم حديث كورونا سومري وحوها مال امرئ مسلم امرئ هدي لي رهض يشمل الرجل والمرأة مرك الرجل انت امرئ تيمان خدغينا مال رجل مسلم اي مال امرئ مسلم قف مسلم حق اسمه كوغو سريا وكذلك قفا مسلم اهينو حوله سوء حرايهم باجره ذمك ذمة له اما عهد له سيدو كلوي مال رجل مسلم حق من اللهم بكوغو سريا يعني اسمي هي ذنبي انه الهي مقعيس كوبا نايستو وذنبي اللباد حضنا اولي ببين وقدارنا ايوه ما ركت الا حق حقنا لهين بوحولي يا اناله مركز داركو كبايا كو اتكينا دارتو بين سما حضنا حق قف كلا اولي هي انه قاتل نفتي سا اسمي إنه مجيء إلهي قطع إثمه إنه هذا نار تو إبنت هاي بإثمه السجن والمذية هي عقوبة على الشيء نعم إيوك كله ورجل نن
منعه منعيو ديدي فضل ماء بيو حاجدي سي باهيدي سكبرا ايو دتك اوديدي. فيقول الله ربي وحو اورنا يا مال انت قيامي اليوم ما انت امنعك وان كان منعنا وان كو ديدي فضلي جيجي نحريس سيدبان وكو ديدي والنصيب كملهد كما منعت سيداد أدوغو بأودي دي فضل ما لم تعمل يداك وحادا أدوغو هذا سميسا إلا بيهو إلهي باكا يا ريسو ما مركا وحادا أدوغو هذا شقايا منا بكولا هاي وإلهي كو أرزوغو بيه أسو وحي زيادة أدوغو ما أضمن عنو ما ديدين فضل جيجي نحريس سيدنا ما تبا ممتنع عنك ولقا منعيي وانا لقا قديي نصيبنا كمله الجزاء من جنس العمل. نعم علماء وحكى الله المركة بعد العصر إلا دار أو دار بينه وحقوق مسلم لقو قاتوه فاجراء وإثم إيه وذنب وذنب قوالي هذا إثم قوالي هذا. لماذا صلاة عصر مركة لقو قونية لي من اللي يرهدو الخطابي وعلماء المحدثين تاهي ولبا معاني الأحاديث آدو واحد لعه أيها وحليه هي خص وقت العصر بتغليد الإثم فيه وقت عصرك أيها لقو قوني يلي إثمك إنو جرمك سؤاد أويه أدلو أتكي ولا سي أتكي. لماذا؟ وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة كل وقت هبا أهاتو اليمين الفاجرة محرمة كل وقت يمين لارت بينتاهي وإسكب حاراني لكن بعد العصر بي آدو أذكتهي محايا إلي لأن الله تبارك وتعالى عظم هذا الوقت وقت قاسي وقت وين وين. ولأجل ذلك صلاة التي كذو صلاة عصر إلهي وحكوت المامي الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة هذه ولا المركي الأمري حفظي قودي أي سي خاصة صلاة الوسطى الله أمري صلاة الوسطى نوحى لقوف سري صلاة العصر إيو صلاة الفجر قول كلنا سيداس أي أجرة. نعم وأنا ما لهم ملائكة إسبدشو ملائكة بجرته أضومها لجوكته وحفظها أو إسبد الشه صلاة عصرية صلاة فجر بيسبدلان مركة تجانا إلهي بيوربحين وجيان ربنا وكأجيه وكأجيه كوي دلجو جي ما تنا مرضى بنقص ونقول ما يال مركة وقت يالله إسبدلان ولا بلا صلاة ضد مدة كلا عمل كمال انتي بعصر كلا ختمة سوما عصر كلا ختمة أمورتنا وخاتمة دي ده مركة مركة إنو عمل كيسي إثم إيا دار بينا إيا حق إسلام وقوسته وكو ختمي وحاليس إني خاتمة دي وقود دم بيسان نقطة نوالي عكرتا سيدة أسمى مركة لو أتكيي إثمي قال لو أتكيي وهي عصر كبهدي لقارو قفكو إنو استغفار كو ختمة عمل كيسة أيها بون. ولأجل ذلك أذكرت قلبتي إلى آخر الصف وهمينك بالله قيساء ما أنت ختم كذي وهمينك بالله قيساء إيا الصبح حيب الله آخر يوم وحكم ذا دعا نبي وكت المام سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم إذا المركب وحويا عصر كسيدة سلوغو قوني لي ووقت معظم إلهي أكتي. باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حمها وحلو جيدا دول داقسين أهايو داتكو دا كدحاية
أي قفك مسؤول كاهي مسلمين مسؤول كاهي أي من عنايا إن لا داقة وحقوق ريبيا أرين عام أو جونية حولها عام كاهي صدقة مثلا هي فرضها أما أورتا جيلة لغو جهاده هم بقى لغو عالفياه داقان حماها يا سمين كرا مرك قف كسلو حوق له ميو سمين كرا ميا لبقى لك اليوم بيوبا نانتا شرعي لا حما إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ربي وحر مين كرا ويا رب سيغا ملكي قال الله له سوما مش الله متابنك حرمينك وضركتينه قل أحدي سلمك قويه وقيده سلمك شره سوما وحرم إلهي سبحانه وتعالى سوما وحرم إلهي حرمي رسول كوسن وصيدة صلى الله عليه وسلم والله أقول هذا والله فصحي يعدي مقامك الرسول كشوكته ومسلمين تأيقوا من مولان وحال الله حرمين ينوين يتها حاجة عامة ومسلمين تو عامة نيكا ما نحراه سخاص حوله صادوا حرمين لما أقول وين النقطة حاجة عامة ومسلمين تا مصلحة وجرت عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ابن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة نعم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس بكوري أن الصعب ابن جثامة ومقع مقع صحابي قال وحيري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحيري لا حما حما يحرمين قف سمين كراهيم مجرو والنفتيسة سحوله سوء الضاقان ذاتك كرانا وقدي دعو سمين ايا إلا حما إلا حما لا حما إلا لله ولرسوله وحاون حماين كرا وحرماين كرا وعلى إيا رسول كيس يعدي مقام كالنبي جوكتا صلى الله عليه وآله وسلم حديثك وإنتاس وقال أي وقال أبو عبد الله أبو عبد الله وبخاري وقال ذان وبخاري وقال فعل كيد وقال ذان فعل كيس أبو عبد الله وقال أبو عبد الله بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وحن سوغاري نبي إلهي صلى الله عليه وسلم موضع ليرى هذا النقيع النقيع إن النبي حرميي او يرميشا لما داقي كرو نبي قلو احرمي اي فرضها لقو جهادو اي قيل جهادك الله استعماله الله رفتو ايو صدق ده حولها صدق ده انت ابو احرمي ولماذا وحير هذان وموضع اذيق اودو مدينة تقريبا 20 فرسخا من المدينة فرسخا ولماذا وحيره جرين عرفوف أريد السبحي أوضا لغا قادو وأن لك حينين للكونا برواقية هي وضاق أيوها قاقا انتبه كوكو قارا فوفك انتبه كو قارا وضياشي أرغا إلى لجري أما وحقدر جريبا لغا ربا انتبه نغو كرتو وميغا كيلومتر 20 فرسخا أيو أجرى مدينة وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمى الصرف والربذة صرفنا وموضع قلو مكة مركب مكة لقد تقيم مدينة الله صعده
مسجد كليري هذا مسجد العمرة أما مسجد التنعيم أما مسجد عائشة وضد كرير مكاها يا إكسو عمريستان مركي للدافة أيو كوية لا هذا مقالة مكابة داف طيبة لو حلو يقانا عمر الجديدة عمر الجديدة مقع سألو يقانا أما وحلو يقانا مقع كبولي حي النورية مقع سألو يقانا صرف مركا هالكاسة ليلة ولول سمن وذيئه حوغا بوروه كدرك سيهين هالكاس أي عمر حرميي والربذة الربذة ميش اللي يرهدنا وحرميي إيادونا مكاية مدينة يودا حيسا مدينة يودا وذهي تقريبا ثلاثة مراحل إنا يهيد بان في الأيام إن لم تخني ذاكرتي يدين ذاكرة ذو إخيان أي أجرتها مقالة المدينة نعم ميلها أصنا عمر با حرميي مصالح دس عامك عثمان إساقنا إنو حرميي إساقنا بالا الشيقة مركز عمر يا عثمان با ميتك السوكم إذا وخليفة خليفة للمسلمين مركز وحاوية النبي جيبوا النائب كيهي صلوات الله وسلامه عليه وحين النبي قوى صعها وحرم وحرم ضاصة سجن ومصالح العام كأ يرمى مريا لكن قف سو نفتيس وحرم استعرى انت حرتي رهدو لول كان لا يجمع إيمان كرو من يوم بامار سحرتي حوله يجا داقية داق كان ندس كان لو ذاقة تعلم أقرأ حيث لو واحد ذاتك كده حيا ضاق يبيه وذاتك كده ذاتك كده حيا باب شرب الناس والدواب من الأنهار ذاتك يحوله با وبيجي إني كعب كران وبيجو وبي إلهي أنصو صبر قي وضر دروها الصعدة ذاتك لنا إنك كده حيا قف كسوي ماذاه وكعب كران حولهنا وكورب سكره قف أران كره أنا أقول مارتي محوها أدوكم معبي كرتي نمتشرو قف أوران كرا أدوكم معبي كرتي مجرو بلوك إلهي بالي أدومهنا وأدومهيسي بيهنا وفضل إلهي سبحانه وتعالى مخلوق ورانا نوباهن وعوباهن نوعبي كرا هذي حيوان يهين إيه هذي دد يهين لبضبا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر الخيل فرضها لرجل ننوحي أيهين أجر أجر بي أيهين ولرجل ننكرنا ستر أستر بي أيهين وعلى رجل ننكرنا دشي سوحي كيه وزر إثم يدم فرضه هو قاديد لا استعماله أولوه انتفاعه لنا عنا جهات كي يدغال كي قيمة ويكقران وإلهي دين كي سألوه قرقارا سو مارت قفكنا مركو فرضها يشو لبس يضم بؤوسة ميسانا سو مارت إنه فلو قاديد كدكتو إينو قناعسي وكو قناعسي دو كدكتو سو لبضا ما لبضا مدوه وحكا الله لبضا صدح هذا مجرد إن لفولة هدي لقو جهادي هدي سكر الله استعمالي يبا إينو تجاري هاي وسيدة حولها قمان كاهو كاري انت فرضا بضا لسوقتو ميالك لا أدقي سو تسي قديد وان لبضا مدوه متكستويت هاي قفك قصد كيسو إنو يهي فردها يهيلا شدو ده ضاعوا لجيدا وضاعوا إلهي بقصة ميني ويجاهد في سبيل الله مدنا إثم إيا ذنب بأولجيدا ومعصيه قصة ميني وإلهي دين كيسي أولي يدي سبو كردر ليا أمدتك أغفانيا مدنا حاجة دي سيباهي دي سبو قصة ميستيه فعل خير إنه قصة معينة أولى مجيد إثم يدم من أولى مجيد صدح ضابين غنين صمام نيك فرضها سميي
حدنا ضاع قصة مينية أجر بيويه متكفرضها يا شيء هذا اسم يدم بقصة مينية اسم بيكويه يدم متكباهدي سأقصة ميستنا أجرنا أمأها اسمنا أمأها أصدر بيويه صدح هذا سمرك النبي قيري الخير لرجل أجر ولرجل ستر قف أجر بيويهين قفنا ستر بيويهين قفنا وزري يئثم بيبكويهين بأ نبي قوا فصيرو فأما الذي له أجر متكي أجر كويهين فرجل نوي ربضها فردها أدياري في سبيل الله بأدياري إنه إلهي جدك سيكوجي هذا وقال الله كل دريره كجبيه وإلهي دينك سيكوجي غرغاره أمبو بأيه لأيبا وحكرا بأما سمين فرده هذا فرس كسيداسه وأن فرس لفولي لقد قال لما يواي سوما فرس لك تجاري سنة يما ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج دتك حول لي دابا يقال نو نا أدو كبقى يحوله إنه نكفكا إنه داقان أدونيو حرق دار أو دولي بلوكتا أو غحري جيد نوا كحري وإسكا دين فرسكم مركا واسعونيا إنت حرق سيجارو وداقيا واسعونيا ووريقيا حرق هدو سوعلي واسعونيا إنت حرق سيجارو وحالا غيا بهدا لا ميغن نعيس شكرين وقارو مركا وحالا يرادا حرق الله حرق أو ديره نفكي لأنه داقال ربا وحقيا ده الداقال والكرة وبرواقو مركا فأطال بها ساس أجيدا حرق أبو أديري في مرج في موضع متسع موضع متسع وحوغا بلارا وعلف يعوس له أو روضة أما بيرقيا عوس بو كل حدايي حرقنا وكحرية فما أصابت وحي أي أصيبتي كعن تطلو الكاس في طيالها حرق لوديري انتي جارتو سعد كيدي وها اي كاصيبتو ذلك من المرجي بيرتاس اما مكان كا واسعة اي كاصيبتو اي كداغضو او الروضة اما الروضة اي بيرتا اي كداغضو كانت له حسنات حسنات بيوهاتا فرس كي حرق اللورد ايريه داقية ميران ايي خلات كيسي يعوز كي او قويو عني وأجر في ديوان صاحبها أقل يوان ولو أنه انقطع طيل طي طيالها هذه فرسك حرق قويه مركب قارك حرق قوينا سوما مركب حرق قوينا وتجي يا يوامران وصعن نل بضم بمري نل بضم بصوم مري نيكو أقوم تلاقيين إنه حرق كفره لكن أسمع حرق قوستي فلو قطع ولو أنه انقطع هدو قؤه طيالها حرق يدي هدو قؤه وفستنت أي سعته أي مسافة قويسة شوطا بعد شوط وهكذا الشرف كالير هذا مكانك مرتفعة فرسك واضاقي وصعضي بربو كدقي وادي بقلعي متكلو كدقي وادي كالقلعي يعني وصعضي إلا ما ضرنا ما نحرنا فاستنت شرفا او شرفين اي شوطا او شوطين مسافه قويي اما الله ما مسافه كانت وي اهاتا اثارها خيل كاس خرات كيدي انتي مرتي واوراثها سالدي دي انتي سعتي حسنات بين نقطة اي انتي داغضبة له اي لذلك الرجل بين نقطة لصاحبها نعم ولو أنها مرت هذا صومرته أنت داقي سعتي صومرتي بنهر وببي صومرتي فشربت منه ويكعبتي من غير قصد من صاحبها صاحبك يدن أم قصد ما بأقبا نور قصد سكمرتي ميل بيلها صومرتي وعبتي ولم يريد أن يسقي صاحبك يدن مدونين إنه ورابيه كان ذلك حسنات له حسنات بيوهاتها
macnihii waa maxay faraskaa oo ilaahay darti u diyaariyey wuxuu asagu la doonay iyo wuxuuna la dooninba socodkeedii iyo daaqsinteedii iyo saaladeedii iyo cabitaankeedii waa ajar diiwaankiisa u gelay liannahu acaddaha liljihaadi fii sabiili illah kaasaas bay u noqotaa warajulu nin kale ورجل ننة ربطها وحو ديارييي فردهان تغنيا أي استغناء من الناس إنو ضدك أغا ديقتونا هذا أغا ديد أغا ديقتو إلا هدون هيسنين تضبو بري لها سوما ورنيو فرسكا قبل مانتا إعاريا سي ما ركتا ميل بانكو آذي ياي إيا وتعففا دورصوني أو ضدك سؤاشي وضو أغا دورصانيو ثم لم ينس حق الله في رقابها هذا أن هلمام حق إلهي وفرضها كلها في رقابها قورتي إذا فرضها قورتي هذا حق لقول إيه يحويا وكو تجارة لو دياري سوما مرتا كو تجارة لو دياري حال لقول إيه صدق يزكى لقول إيه مال كذا لقول إيه نعم ولا ظهورها نبر كذا حق إلهي كمؤنا كما أنا هلمامين ودرس كأيو نك درس كيسائيو ما ركتها وأماهن وأصقوا طريق صعدة قفلوا جينا يرفع سنة دو أركو وفن سارين سما سأم بكوادي فهي لذلك ستر كاستر بيؤتهاي أستر بيؤتهاي حالة دي سائيو فقر جي سبي أستر تاي ورجل ننكل ربطها وحود ياريي فخرا فان يا ورياء استستس يا ونواء عدو تنمو لأهل الإسلام دتك أهل الإسلام كو عدو ويهي فهي تاسي على ذلك ننكا دوشيسة وزر وزر بيكوتاه هذا فرديه بالله هذا لي لكن قاديت كستوساس بابور بعد لي هذا بابور كاغو هدي آد ضاعوا إلهي إن تكو سميسو هذا سميسي مثلا واحد وقفتي ود وقف وغدكتي دتك مسلمين تاهي جنازة ذو إن لغو قاضي سيدا عن بلاس جدو كلي مركتا واحد وقف وغدكتي وحي كي ما ذو شقية مساكين تاين لغو لغو حي و و و و أجر بازيكو عوني إن لغو حسابان لكت سو مركتا هذه فرص كي لي رعوز كودا قي أجر بيوتا هاي بابور كبازي كو كودا قي أنا وأجر لا شك هذه أديك نفط هذا إن تكود يقضه هذا سماي ستاي وتكو أديك تو درس كاجا هذه رير كو كوشر هذا أديك سلك كو جيس ومر كذا المها جربتو إن المدرسة ده جيس المها درس كاجا أنا أتسي قادت يساس وكرنا حق إلهين أنا كيل ما منا برضو أيضا نستر بيكوتا هذا فان هي أي كاتا هاي ما على ليه جرب أبو تاني كي جاب قوك أبو تاد وقال جا هبل وحوة فراري سماهين يا بوطة ساس هذا كاتا هنا ووزري ووزري سيدا مركو النبي جيري وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جا وحاله ويدي عن الحمر ضميرها أنا وحاله جا ويدي إلا جديد كلا يقان ساسبوها وفرضا يضمير يجيل فقال النبي وحيري ما أنزل علي فيها شيء ما أنزل لمسود جن علي أن قال يقو مسود جن فيها أي في الحمر ضميرها لحد شأن جودة شيء شيء لا يقو مسود جن إلا هذه الآية آية مويانه آية الجامعة جامعة ذا عام كاه الشاملة ذا معاني ذا بدن كل من يسا الفاذة أي قليلة المثل المنفردة وآيات لم يديه أي يرتعي آيات وحوين آيات لم يديه أي يرتعي وآيات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فمن قفك يعمل عمل فر مثقال ذرة يعني أصغر الشيء شيء وحا أغير أوكالي
أو خيرا خير يره أركيا. ومن يعمل قفك عمل فلا مثقال ذرة أصغر الشيء شيء وح أغير أو شرا شرا يره أركيا. إذن آيات وحين وفا إيديسي وحون إحسان قفك سمينا إحسانك ولا كل وحشر قفك سمينا إساءهنا ولا كل وآيات فاذة وآيات وكلا أي كويرتها القرآن مركا دميرونا واساس هذا خير كوف الشنة خيرك والأرك هذا شر كوف الشنة شرت والأرك سيدابو النبي قوير صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حديث كان باب كم يشو كغا مناسبة ولا ليه يحويا فرسكو وحالا يرى أنتم مرانا يوسعوا دي وبها دو يمادو اسكعبو ما ركتها وان عيدنا كورا من أساقا اسكعبي لقا ما حيقو هادي لقا ما حيقو واها عامكا وبيقى بيهيسا ضدك يبها امتبوا ولحيا مركا حكاية ذا النبي قوي حكاية وضي فرسكو هادو اسكعب وبيقى إنو أجر صاحبك سكولي ينكي في سبيل الله يودي ياريي هل كاسبو مركا أيو حديثكو بابكا مناسبة كالالي هي وقتي جيبا نقول إلي يبا في ليا أنقرني نختصر بهذا القدر. وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.